عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. أنا كنشوفها مجرد رقم، لأنه الإنسان ممكنناش نقيسه القيمة ديالو بالعدد السنوات اللي عاشها. كاينين بعض الناس اللي كيعيشوا 80 و90 عام، ولكن فعلا شنو هو الأثر اللي خلاو في هذه الحياة؟ ما كاينش. كاينين الناس اللي كيعيشوا 20 عام ولكن كيخليوا واحد البصمة طويلة، واللي كيبقى الصدى ديالها حتى من بعد الوفاة ديالهم. فلهذا العمر مجرد رقم. مزيان أنا نفكر على انه عندنا واحد الحياه اللي قصيره، وخاصنا اننا نستثمروها في الحاجه اللي مزيانه واللي غترجع لينا بالفائده، ونخلي واحد البصمه طيبه، واحد الاثر حتى من بعد، يعني من بعد العمر الطويل ديالنا. ولكن ما نركزوش على العمر، على انه شي حاجه اللي بحال كنكونوا فاش كنركزوا في العمر بحال احنا في سباق مع الزمن. خاصنا نفكروا بالتجارب، عدد التجارب اللي غادي نخوضوها في هذيك السنين اللي احنا غنعيشوها. العمر كيتقاس بالتجارب وكيتقاس بالخبرات اللي انا عشتها في حياتي. فلهذا ما نبقاوش حاطين في بالنا. مثلا كاينين بعض النساء اللي كيأثر عليهم هاد النقطه ديال العمر من اجل الزواج، كيبقاو في صراع وفي سباق مع الزمن. انا باغا نتزوج قبل ال20، باغا نتزوج قبل ال30، وبلاصه ما تفكر هي في راسها وكيفاش انها تحقق ذاتها وكيفاش انها تهيئ راسها لهذاك الزواج اللي يكون خاصو يكون زواج صحي، وكيفاش هي نفسها انها تخدم مزيان وانها تستقل بنفسها، وانها يكون عندها يعني واحد الانتاجيه في المجتمع وتكون مؤثره في المجتمع بشكل فعال. كتبقى تفكر غير في السنين، وانا فات عليا الوقت. وهذا الشيء قدروا ما نلوموش الناس، لانه جاي من ثقافه مجتمع، من يعني التقاليد ديالنا اللي كتخلينا نفكر انه العمر بالنسبه خصوصا للنساء شي حاجه اللي محدوده. العمر ماشي محدود، وخاصنا نفكروا انه نخليو الاثر ديالنا من خلال التجارب ماشي من خلال السنين اللي عشناها.